Je souhaite remercier CRH Djibdi, président de la région Rabat Salé-Tréta. قص المؤتمرات في حي ديال المنزه اللي هو واحد الحي اللي غادي في تطور، حسينا بواحد النقص في قاعات ديال السيمينار لي كونغري باش يداروا. دونك جاتنا هذه الفكره هذه ودرنا هذه في هذا الحي هذا باش نعاونوا هذا الشيء هذا اللي جاي ان شاء الله في المستقبل بالنسبه ل 2025 في كاس افريقيا و 2030 ديال كاس العالم. غيكونوا اجتماعات، غيكونوا لقاءات، غيكونوا دي كونغري دي سيمينار. وحنا هذا الشيء علاش درنا هذا الشيء هذا، قلنا بدينا قبل بشي شويه باش ناخذوا الوقت ديال كامل باش بو ريبوندغ لهاد لا دوموند اللي كاينه دابا اكتوالمون في هاد الناحيه في هاد المدينه هادي. هاد المشروع هذا خدا تقريبا عامين، مده ديال عامين، بديناه في 2021 باش بديناه ساليناه في اخر 2023. خدا وقت كبير في البنايه ديالو، كانت بنايه صعيبه وشدتنا وقت صعيب، واخا كانت عندنا من الناس اللي دايرين بينا واللي خدامين معنا كانوا عندهم في واحد المستوى، ولكن البنايه كانت شويه صعيبه. هادشي علاش خدتنا واحد العامين ديال الوقت. اللي بغى دابا يستثمر في المغرب هذا هي الوقيته، باسكو هادشي اللي جاي، هاد المشاريع الكبرى اللي دايره الدوله دايرها بالنسبه ل 2025 بالنسبه لكاس افريقيا و 2030 ديال كاس العالم. اللي بغى يستثمر هذا هو الوقت باش يمكن له يستثمر، باش يلا يواكب داك القطار اللي غادي في الاستثمارات. كنوجه كلمة الشكر لرئيس الجهة الرباط سالا القنيطرة اللي كان حاضر معنا واللي هو افتتح معنا هذا المشروع هذا. كنوجه الشكر للكاتب العام ديال البرلمان اللي تا هو كان حاضر معنا، وكانوا بزاف ديال رجال الأعمال اللي كانوا حاضرين معنا واللي كانوا مشجعيننا في الوقت، هما كانوا أصدقاء وخدموا معنا، والحمد لله النتيجة هي كتشوفوها قدامكم. كنتمنوا الله يسهل الله الأمور ونخدموا إن شاء الله ونعاونوا هذا الحي هذا بالنسبه للناس، بالنسبه للعامله اليد العامله، باش نعاونوها باسكو كيطلب واحد اليد عامله اللي ماشي في واحد النيفو طالع بزاف، وباش نعاونوا هذا.